ست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت ضاح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يا العزيزة جابني الوحش والمحبة لا هو طمع ولا المادة يا هلالة فاذ قلتي وثما عزوز عقل نور البرغول والنا ستي العزيزة قلتي وثما عزوز أقل غنوها البرغول والنا لحظة غاكي غحاملنا سيقو لنا نشلها كن هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيزة يوم طلت هالطلة عملك لي عملة ورا عاملة ما عرفتش نامي يا حلالله على بابي واقف قمرين واحد في السما هاي هاي والتاني اخلاقيه هي قوى عربي في دويرة عربي في حومة عربي سيدن بي عربي هي جو بالبالة اغرف اخت عجيلة تحب قوى عربية لا سيحنو نعني راح سنتروفيل عندي ما نقضي سنتروفيلة اسمعني بالله سلامنا على ابن خلدون يبلا اسمعني اخت عجيلة ها شنو القضية؟ قضية والرايحة يا مدام اش بيك يما؟ أنا رايحة لسونتروفيل عندي شغل توصلي نجيب معايا كاش حاجة ما نحتاج والو نحتاجك أنت تبعيني البيت عندي هضرة بيني وبينك الراس في الراس توت سويت وغلقي الباب موراك يا ربي بدت لي عالصباح أوه يظهر فيها باش تلحم وين نقول مسبيحش بني غرد فك ملحم بركات وحنا لافامي درتينا خضره فوق طعام تدعفوا نخبطوا راسنا على الحيط يا يما يا اخي ما تحبيش الخير لبنتك ما تحبينيش في داري مع راجل نحبه ويحبني نعيش مهنيه نجيب دراري وتفرحي بيهم يا يما ربي يهديك ربي يهديني انا يماك يا المهبوله نحب لك غير الخير مادابيا نشوفك مهنية وديري دراري مي با كوم سا با كوم سا ما شيغي الناس كاع راه يزعفان عليك واش دخلني في الناس يفرحوا ولا يزهاو يما يا اخي واش بيكي دوك فهمت علاش هاد الناس زعفانين على خاطر تزوجت مع تونسي ها واش بيهم هاد الناس انا في العصر الحجري القديم ها تونسي ولا جزيري رانا جيران رانا خوه اسمعي راني اون فام ليبر ما نحب حتى واحد يدخل روحه في حياتي فهمتي ندير لي في راسي وفرات شوفي العقيق نات لونسي تيدي ديري واش في راسك وما معنى يماك يا يما انا نهضروا على كلام الناس ما رانيش عليك انت كلامك على العين والراس مي مي تعلمتي تهضري شكون علمها لك راسي علمها لي ايه فوالا ديري واش يقول لك راسك وما تسمعيش كلام يماك حبيتيني نعيش بكلام الناس يما ما رانيش بقران تباع وتشرى في السوق راني مراه عندي احساس عندي قلب عندي مشاعر فهموني يا ربي شوفي يا انا يسمى قلبي بوات دو كونسيرف ما نحش هذاك الشيء انت على بالك واش في قلبك كيما انا على بالي واش في قلبي على بالي واش نحس واش نحب يا مصيبة اش تعمل غادي؟ اش عندي نعمل؟ اش عندي نعمل؟ نفتل في الحليل ماني نسنس قاعدة نجشش يا بنتي اش نقول لك؟ راهو يا خالتي راهي فاتتك حكاية فاتتك حكاية تعرف شنو هابطين ريش 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 تو برك قبل ما تدخل انت كان ريحة مع القلوب
مش قلوب البيضة بتاع تركيا، لا لا القلوب القلوب. علاش مشي على روحك؟ مد ودنك وتصمت على الناس شي يحكيوا. ما يمشي يحكيوا يتعاركوا. سيزي متنسنيس برا دخل القفة الكوجينة تحرك. يا غر خالتي شنو حدا فيها القفة دي هذي مرزنها؟ يا قرح حسابك غدوة ماشي نطلوا على المنجي. اسمعني خالتي، تحب ندخلك سيف شريك لبيتك؟ لا بالله تتشمت تكا تقفالك يا فوزية. يما فتينا شبش طيب المنجي؟ أيوة ما صحش انت تحب الطيب الذوق وتصنيفك. والله الحق الحق انت عربية انا مذابية، اما ترى كيفاش نحس في روحي مانيش قد بعضي. وكيفاش ماكش قد بعضك؟ معنيها نحس في بعضي اكبر مني، فهمتها؟ فلسفة هذه فلسفة تذمر. مالا رحمة بويا الغالي، ما الطيب كان انت وتحضر القفل كلها. وكان طيب له انا حاجة ما تعجبوش المنجي، ما نعرف عليه شنو اللي ياكل، وكان يتقلق. وكانك جيت مراه مجدية وكيما نعرف انا، تعرف راجلك اش يحب؟ والله ما نعرف، توا احنا عدينا جمعتين كاملين، شهر العسل في وتير، نعرف عليه شنو اللي يحب. ولا يا لطيف والله ما جاش لبالي باش نقول لك الشيف بلي سامحني راني باش نطيب الشهيوي نتاع راجلي. اش قلت المنجي يحكي لك كل شيء؟ لا مالا يحكي لي كل شيء. احنا تعرف وقت بجينا ملي هو كان يشرف الحليب يقفل بشيشه، مازلنا ما وصلناش للعمر نتاعنا ولا ياكل فيه. اما كي يخرج تو نعملو سيزون دو. تاينا شوف كي باش تعمل له امك حوريه بس في النار راهي شرفت هذيا مع 10 ريال. هذي يلزمني ندلها بها. يما عليك يا منجي شي يستنى فيك يا وليدي. 10 سنين يا يما وش بيك 10 سنين مازال كي تهضري لي على السيره بحشيبو وحبيتي تاخذيه لي؟ لا انت عييتي لا هو يا اختي ما فهمتش تقول غير حجه اللي كاين في هذه الدنيا. ايه هذاك السي رابح اللي تقولي عليه الشيبوخ غير نسايح. علاه ننساه؟ تزوج هاي الحمد لله يا ربي. لا لا ما تزوج، مات الله يرحمه. حين انت بحناكي انا نقول لك باللي الراجل مات في عود تقولي الله يرحمه، راك تضحكي لي خليك ضحك. علاش ما تضحكش؟ هالسيد مات انا قتلته الله يرحمه. هي يا الدنيا ياه كون خديت رايي كيما مشي دوكا راني مراه جاله قاعده بين اربع حيوط باردين كي البومه. ها ايه بصح لو كان خديتي رايي كنت ربحتي نافير حقا تولي هجاله، بصح دورتي كلش طراف لي كلش. فاطمه صح قالت لي على هذا بالحسن. يا يما بن حسانه احمد بن حسانه طبيب 35 سنه في عمره 185 دي شفو غاد عين خضر. او صافا ما قلتلكش ديري لي السي في ديالو. فاطمه انا امنه تهضر لي الصح، قالت لي بلي ناس ملاح وليد فاميليا ومطالي فيك ويديرك فوق راسه. يما على بالي خفتي عليا، بصح نقولك حاجه حمدي ربي على خاطر بنتك ربي عطلها راجل حطها فوق راسه بالبزاف. يا الحنونة أمات 85 مي هذا كين كونغ يا محينك. يا يما ويدير لي بنتي فوق راسه ويطيح لي حتى عظمة ما تبقى فيك. مشي تمام وخوزي تمام تيكا. يعطيك يا فهم قدك شظامة. هذا كذا اللي عبيد ودي جيب يسوق في التراكتور اللي كانت سنكت باشي خلي كذا اللي ركب على الحمراء حاجة. هيا خليك توا ما عادش عليا وقت. اش تعمل بنت بالذي الاولى دفعت فرنك شربك الكل على حساب القهوة وكريم زادة ورجل عمال. ميرسي عليك عايش خويا. الطفلة يا سيدي كاملة الأوصاف فتني حاجة برك ماسك عايش خويا. راسي فيها شيخ بابا نمشي كم نجيب لك مشموم تعلقوا على قرنك. علق القرني واش يا سي عطير مروحك راك يا دبي شوف فيها كبش متاع تنطيح. يا ودي برا مشي بدل حوايجك ويجي اخدم على روحك يرحم ولدي. تا
فهمني نخدم نخدم أما على شرط. شرط؟ وشرط يا بابا وشرط؟ هل نسمع فيك؟ القشة ذي اللبسة متاع المطار ولا الفرطات هنا تقولش عليها رئيس الشعب؟ لا علي يا أخوي؟ خير مني أنت؟ يا سيدي تحبش تو بطلنا سيدي ها؟ شنو هي؟ بطلة؟ يا ولدي زيد زيد العربي إذا كان شبعها ترى فارغة. العربي؟ شوف هذاك القاوري قصتك هازها الريح وعينيك موجة زرقاء دول. بالله بالله صار الحكاية ولا هكا هي؟ مالك قوم يا سيدي سامحني من القهوة. سامحني من القهوة دخلك برشاش نا احترم روحك يا سيدي باسم المقرطية نا توكليهم. ما نمشي سير قهوة زدني قهوة أخرى. السلام عليكم. وزيد قهوة أخرى لسيدك الفيتوري. بالله يزرب لي روحك عايش خويا خطرني مستعجل وبعد غدوة عندي منى. يا ربي حطيتولي الراس على الراس أنتم لهنا وتزمر عليا. باهي بابوشة يا بابوشة يا بابوشة بابا 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 خفت من هنا. اسمعني سيدي تو نقول لك هذاك بابوشة ما عندوش صلاحيات معايا أنا. بالله بالله بابوشة ما عندوش صلاحيات. من هنا يا سيدي هوني عندي صلاحيات وهي اخرج علي من هنا. يا ولدي سيبني راني تو ناكل يا ماني سربان. يا ولدي اخر ما تحترمني يا اخر سيدي الهموم الجامده اللي عاني فيها هذا. وين في المدن؟ ايمن بكوش في صدره. إلا محسوب في صدر ولا في صباطه هذا تعرض لي في الدور هاي. ها بجعربي بجعربي لا ها سي المنت برا مشي تلاقي وجهك من قدام الساعه الحاضر ومن بجدك. بالله بعدي ها راجل سالي على النبي وانا على الشيطان وين نمشي نبدلوا ساعه بساعه اخرى. انت ما تشوف فيه حفز على كرامتي. اره حتى انت واش كرامتك رديت الحوض الثاني عني شوف كيفاش حاضر قدامك تقول لي برا تلاقي وجهك. اسمعني يا المنظر حضر روحك لشلاك ب 43 هاني مشي لمرتك تو. يا ربي انت قاعد تتفرج وسكت يا بابوش. والله يا منظر خويا جات بالي نقوم نزغرط وبطلت. يا ربي تزومر صحي نقوم جامده. باهي ريق الامور يا تنكلمك سي حامد. مش لازم تكلمني. هابل هابل راح 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 شو البشريه الزرقاء هذي عنده 20 يوم غايب جاي اليوم قلب الحب النقل. الله 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 لا لا الحومه ما عجبتوش. تخيلوا تسكن فيها الحومه حتى ما تعجبوش. قال لك مرته ولدت ولا شنو يحب عرو ساعة طوني كري الورقز. لا لا كاك اخويا عاد حامد ما عندك علاش تلو واش راجل تحبه يسكن بوليد وملايك في ستيدو مهري بنداء تبن نداء انا داري منديا. لا واش يا حامد يا اخي محسوبنا ما عرفوش ستيدو نتاعك يا ودي بالذي لا 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 وتخاف نهار تخش تلقى الحوت يقول لك كك 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 الحوت يقول لك يقول لك يقول لك شوفك قصر الدهشه اللي تسكن فيه سيادتك. والله يا يوم ما تبدا داخل ويعرفك تمسح بالباراسول ماشي باش يتشمس ولا يضرب نجمدك شي كي هو البس وسخ ونزع ولوح طيب ما تقصر. كان جيت حلا حانوت غساله نقطع على دينار راني استغنيت. ما عليك يا فطيمه شطر عمري عديت وامسح وسيق وطيب واغسل لا يعيش بلا بركه الله فيك والمحكوم عليا بلا شغال الشيقه. على بابي واقف عمرين واحد تغني. مش قلت لك هبط الحوايج من الشريطه وحددهم وليل الغسره شبينا معنا من نفسه خملت بيتك. لا لا ما زاد باش نقيل ليل مش نقدر نخمل فيها مرتين. ونظفت الدجاجه كما وصيتك. يا اخي شبيك انت شبيك شبيك شدت لي قول الصبيح شفما شفما. اسمع نقول لك يا طفله من نهار اللي جيت وانت تاكل وتشرب وترقد يدك راسك ما تهزهاش شو صغير روحك ساكنه في اوتيل. لا لا ساكنه في دار اختي حيات خير من اوتيل. بالله بالله والله والله كان توا عامله هكا مالاش باش تعمل وقت اللي تجيب صغير. اه صغير راجلي عنده جماعتين وهو ملوح في المراقيه بالله يقلي صغير هذاك فيمش نجيبو نفصلو بالصلصال هنا. ونقول لك حاجه شوف كان على القضيه ايش نقول لك انا راني مرتين طيبت لكم مره مرقت جلبينه ومره مرقت لوبيا وثلاث مرات غسلت الماعون وست مرات انا نظفت الغبره وخليت تقشير الخضره وتنظيفها وخليت مصايخ الدار ايش نقول لك انا راني في الدار هذيا راني كنتك مانيش معينه منزليه حتى في بالك هذي. اوه واش نوع الزقا يا جماعه ياك لاباس. لا 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 زقانا شيء قاعده نتناقش انا وحميدتي فهمت. ابو الحمد لله. لا لا يا باريزه ماناش نتناقشوا نتعاركوا نتعاركوا. افون صراحه نتعاركوا ولا ما في بالي تعيش ما قلتليش انت. تسمع فيها يا باريزه تسمع فيها انا الدم طلع المخي وهي تجبد عليا بالمرتاحه.
ان علي شيطان يا فاطمه تزعفي روحك هكذا والله العظيم غطيحي مريضه ايا انت طيري منا بعدي عليها اجا نقول لك انا توا هاني باش نمشي للكوجينه نظف لك هاك الخضره وهاك الدجيجه ونخلي لك الدنيا تفرق تفرق برقان مانيش عندي نعمل انا وانت قدرتي راك غوليه انت راك غوليه يا باريزه راهي باش تقتلني يا باريزه هالناصيه هذه راهي قدامك تمثل راني من نهار اللي ريتها مريت خير من نهار اللي خذات الممجي وانا نعاني شوفي مسكينه الي جونتي راهي تعاون فيك واللي صار هذاك مكتوب الله والمنجي في الحبس مكتوب الله زيادة فطينه بينا ناس هي فطينه بينا ناس يا شو نقول لك حرام عليك ولا حرام عليك اولا المنجي ذاك دخل الحبس على خاطر فوق راسه فرتيني مين ثانيا ثانيا نسيتها ثانيا نسيتها على غالب نسيتوني هاي فنيان البرصادون هذيك هذيك اللي في بيت البانو الخضرة هذيك نتاعي بلا ما يستعملها حتى حد خضرين السنه في مسوس انا ما نحبش يولي في سنك السوس فهمت انت راك غوليا غوليا يا باريزه اش نعمل يا باريزه اش نعمل خرطه ديري خرطه يا قلت ديري مقارونه بالدجاج طار مهبل يا لطيف تفضلي يعطيك ولا صح هسمعت كيما وصيتك حمري ودبغي وسوكي الرجال هذاك واش تحب راه وعمليهم الكل فهمتني ولا لا يما قلت لي يا بداش تدخلاني الحفره قد بيه الفايده في البراني يبرق فهمتني انا المكياج عندك اوضر بيه يعطيك الصحه يا مدام ربي يفضلك ربي يخليك عايشك في الامان في الامان اهلا خميسه اهلا حيوته وينك بعد الخدمه ماشيه بنتي وشي ماشيه زي السمنه على العسل شفتها المراه ذي اللي خرجت تو جيت باش تنشدي على الحمام يا اخي ناي شريتها ب 50 دينار سلعه برافو عليك تعرفي حياه اخواتي قالت لي اللهم عافينا راجلها مدني عليها صاحبه سيكنا لتربحوا ان شاء الله شفتي خيتي هي لا محاله حاشا خليقة الرحمه تقولش عليها لعبتي ولد شيب لما كنتي لا دخلت لها في مخ وقلت لها اضربي لها المكياج وتو تشوفي الا ما ربي نوب عليك وتحلي في عيني ونا في قلبي نقول بالذي لا اله الا هو كان تشري الحانوت هذا الكل وبعاهم نابونيس لا تقوم لها قيامه مسكينه مسكينه يعطيك الصحه يا خميسه لعبتي راهو معطينا في الكل ميرسي عجبكش وشي هذا شو هذه سلعة جديدة بتاع بيبيات ما خديتش منها برشا انا خديت شوية نشوفوها تمشي ولا لا ابا تجيبيش لي قرد احول ابغى شفرك الا من بيعه يعطيك الصحة يا خميسة اي بقول لهم ما حطهم على جنب حتى نحط لهم الاسوام والنوامر في الكراسة انا فكرة ذي كنت عليها توا حياة بورلو بوبو بقدرة ربي اليوم في الترتيح متاع نصف النهار باش نطلع بحذاكم هكا حاجة باش تعلمني الفرنسي مرحبا ابا ساعة على ساعة تدخل لك ليونة من الكليونات ظلك تتلغم بالذي لا اله الا هو لا نفهم حد شيء تقولش عليهم ملقمين على الفرنسيس وينا باش نزيدك 50 دينار في الشهرية على الاجتهاد نتاعك اضرب عطيه ما تروحش عليه يعطيك والله الصحة حياة خيتي ان شاء الله يا ربي كثرهم عليك عايشك اي خلينا نمشي نعمل طلع على القهوة ونطلع نرتاح راسي قد هكا من السيركيلاسيون نقصد برشا كراه لا لا عاد هذه السيركيلاسيون نعرفها خلاص تعرفي حيوتة هذوما اللي قلت لك يدخلوا بحذايا ملقمين على الفرنسيس ذرك يتلغموا تبليس تكتي 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 نقول لهم على السوق وهما تقول اضربهم جني طب لا 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 امانة ما ندنينا خميس 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 واحدة على واحدة تقولش عليهم رقبة كلهم في فمها نعرفهم نعرف منهم برشا هذوك ما عاملينها فترينا من برا ودخليني يعلم به ربي هاي باي هاي فيلمين اسمع سيدي صحة ليه مضروين بتاعته شيخين بالفضاء مشو كيفينا كيف كنت صغيرة يما تحك الطنجرة وبعد تحكني نام عابر الرمد والقارص انتي متركة يا منظر يا منظر شوف شوف شكون جاء يا مرحبا يا مرحبا إنه لشرف عظيم يزيني مرطبة حياة مش هونا لا مازالت ما جاتش خطفة عسلامة بنتي عسلامة حاجة لاباسة لاباسة علاش؟ لا لا شفتوا خيك متك عليه قلت بالك ديخ تحتاجوا شي ماء ولا قوارص ولا سامحنا يا حاجة صباح ولدي مدام حياة جات مدام حياة جات هاي الحاجة هوني حاجة أمي شو تعمل هوني؟ حاجتي عندك إن شاء الله خير
علاش جيت القهوة على مستنيك مش في الدار؟ عندي حاجة أكيد نحب نحكيها لك. بيه يقعد هاي. أختي حياتي بقيت حاجتي. تلهي بأمي وبعد تلهي بيك. فاطمة تشرب حاجة على حسابي الخاص، قسما على حسابي الخاص. يكثر خيرك تستحفظ على فليساتك. إذا لا فائدة في الإلحاح، قداش كبرت في عيني. شفما لباس؟ رفيقة يا حياة. شبيها إن شاء الله خير. لا لا هي ما بيها شيء، أنا اللي بيا. مالا. طفلة وليت الكلمة بالكلمة أنا وياها. نهار كله هي قادسة وأنا نخدم بين إيديها وباقي مش عاجبها. أوه أمي فجعتني، نسقيلها إش عملت. لا لا هذا الكل ما عملت شيء. طفلة نفحة بسبعة روس راهي. واو شو بتقول لي واه؟ كل ما نكلمك تقول لي واه كأنك ما كنتش عايشة معانا في الدار. واه أمي. تعاود فيها. باهي سامحني. أمي أنا تظهر لي زوالية ومخها على قدو. لا لا هكاكا مخها على قدو ونص. أما ها هي حياة. ها هي مرسومة. إذا ما تخرجناش الكلنا سقينا أعلى من روسنا من الدار. والله العظيم أنا ما نسميش فاطمة. رفيقة. لا لا أمي. وي البروديكتور عيط لي قال لي بلي قربوا لا دات تاع التورناج سي بو سا راني مسافره غدوة. سمعي يا بنتي الله يسديك جيبي لي معك شويه مقروط وشويه الهريسه حلوه عندي حباباتي يحبوها بزاف. ميرسي ما في علي بيزو. ما تبليزه بسم الله الرحمن الرحيم منين خرجتي؟ خرجت من بديتي. اسمعني مسافره غدوة صايي. شكون اللي قال لك بلي راني مسافره؟ شكون اللي قال لي صوتك تبارك الله وصلني حتى للبيت. ايه راني مسافره. مالاش نقول لك ايش نقصر شويه؟ يا ماما نقصر شويه تعلمتي تهضري جزيري. شكون اللي علمك؟ شكون اللي علمني؟ انا نحفر نحفر تحكيش حتى بالشنوا نكبتيك انا. ايش نقول لك صافا انت اخت حجيله صلحتوا؟ يا يمالي عزيزه وشكون اللي قال لك بلي رانا من داوسين؟ شكون اللي قال لي رانا من داوسين؟ انت كي خرجت لها قبيله قلت لها امشي نهضر معك في البيت. ظاهره 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 اسم الله تتسومم. مش باش تحكي لها نكته تتسومم. واش معنى تاع تسومم؟ ما تعرفش معنى تسومم؟ تنقال لك كيفاش. تتسومم معناها واحد يحكي بخي وعينيه كيما زعزين هكا كيما حماتي في طينه لكن يتسوم عليا مدي وجهها. حجيت يا لطيف خساره كنت باش نحكي لك على حجيله ما يتعاركت هي وراجلها. قالت له انا ما نقعدش مع حماتي ما نقعدش معها وحدي في الدار. قال لي تحمي نعمل لك يا امي نعمل لنا لوحه. خساره قال لك حاجه امشي صور الفيلم نتاعك ومن بعد ارجع عطوا نحكي لك على المسلسل الطويل والعريض اللي صار. اسمع قال لك برحمه والديك برحمه والديك برحمه والديك ما تحكي لحتى حدا في بيناتنا بيا. يا يما مسكين المونجي. شفت شفت المنجي شفت شفت مشى المنجي والله العظيم مشى. تعرف ما تهنيتيش بيه قعدت كان جمعتين بركه شحال اللي حصل نسينا جمعتين تو. سلام جيت يا غوليا يا غوليا يا غوليا شحالك؟ تعرف والله مشيت نجيب لك في شعبة البوم هذا قلت ندهن لك ركايباتك خاطر ما يجعوا فيك يا خرج ما لقيتكش راك غوليا والله غوليا شحالك اختي حيات؟ ايش نقول لك تو نمشيو ندخل الكوجينه انا وياك نحضروا الفطور خاطر مسكنا خالتي ركايبتها يجعوا فيها بيا راني نموت عليك والله. امي هذه لفعه بسبعه روسة ام انت صحه ليلها. تفضل يا سيدي ان شاء الله يلبس ويقطع بالصحه. بارك الله فيك ربي عينك سيدي. بارك الله فيك. ايه وليت شوف بابوش انا نبع عليك نسيبك هذا نبع عليه ما عادش يدخل لي القهوه جمله. لا لا خويا دبر روحتك انا قدامك منك ليه؟ لا سي الفرطي ضايع منه. تعرف عارفي وقسما بالله الا ما دبرت لك فكره نتاع مشروعي دوخ. كيفاش تستنى قول عليه؟ خلك كان تخلص السكبريس تزعك فيها على عسيري. اشني راك اخر الشارع نتاعنا تحل البوست هو راس خيل ما ظل يتملي وتفرغ بالعباد سيدي من الصباح لليل يبعثوا في المعنى. واش قلت لي؟ بوسته؟ لا واشي تولي حتى من نهار لحد تحب تخدم تخدم. اسمعني سيرفيتوري حتى انا عندي ليك مشروع يدوخ. فهمتك باش تقول لي باش تدبر لي خدمه معاك في البوسته. من حيث تدبر لك كنت دبر لك لما كنت مش خدمه. توا تمشي دريكت معك الرجال تاخذ لواش تهبط عندكم غادي تاخذ النقل الريفي كمل تركب على الميتور مع البورني كمل على رجليك توصل رقبة المعايز غادي تصعب المعايز وما تجي لهنا خلاص.
يا رب خويا رذيلي اهلا بالبي انستك بالشبيبه يا عبدك خي انست انت بالشبيبه اشنو رايك صاحبي في الوهره والشبوبيه والوقفه توا رذيلي خويا هذايا مربي العيد الكبير ما عيد كبير وما عيد صغير صاحبي هذاك صاحبي تايزن مجاز في الجامعه الوطنيه لنطيح بكورته هذاك صار ان شاء الله ياخذ ديك الكاس بالبطوله ان شاء الله يا بيه ان شاء الله توا لا خي القرون هذوما بتاع ولا انت مركبها مركبهم بالبطوكش يا بيه خويا الفهم بعد ذاك صاحبي تايزن نعمل شيشه وقتنا الحلوه ونرجع لك مرحبا ايه مهف ما تقوليش قاعده تخمم باش تولي تاجر في الغلام انت نخمم في فكره اخرى ندعيها وانت مش تعاوني فيها فاطمه اختي ما تعديهاش مسكينه مازالها صغيره صغيره صخر العناب المكمش يا باريزه اللي قهرني فيها نهار تصبح مليك على وجه الارض اللي نقولوا لها يجد عليها ونهار تصبح لي لفحه بسبع روس من قريب تهز يدها وتشحط يكف فاطمة أختي حبيتي ترديها سكيزوفخان فريزة يزيني من كلام بالرومي عايش أختي سكيزوفخان معنتها عندها زوج شخصيات أوه مهبولة لا ماشي مهبولة بس عندها زوج وجوه ساعات وجه نغمال وساعات وجه يتقلب الله يستر ورحمة بويا الغالي بالضبط كيما رفيقة هي وهالمرض ما عندوش دواء لا عنده دواء دير الزرودية في الماء يغلي وتعطيها لها تشربها على الخوق زرودية العيب مش فيك يا باريزة فينا يا فليمة يا خالتي يا خميسة وينك وينك يا هرابة وينك رفيقة والله صحشت قد ما مشى الكلب حفية أنا خوتي من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة جيني استكس كسر كنشوف الجيني اللي هوني تقتل أصل رفيقة حيت وراي حيت في الكوجينة أنا طيبه في الفطور أنا وياها إيش أقلك شوف خالتي وامك في الصالة مقبلة هم وتوتو تفهم فيها يظهر لي بشعود ويفرشوا لك حصيرتك مرة أخرى يا رفيقة مازلنا في فرشان الحصيرة يا حنوتي شحال تحبي تعمري القرع أنا قرع وأنا قرع لالتي اش جايبك لينا مره اخرى فما انا خويتي جبت ادواتي المدرسيه وجيت باش نقرا على روحي فذا قسم خمس ساعه مين شنو باش تعمل ترى قلي ما يحاج لك قلت لي روحي باش تقريني الفرنسي وزيد تعلمني التكيات سامحني التكيات شنو هو هبط التكيات كذلك الواحد ما عاش عنده ما يعمل هكا ويدني في الفازيت هكا زعما فهم الحكايه ومخم يدني فازيت زعما الاتيكيت هذيك هي دنيتي منها يعطيك سخط على قبك انا دنيتها قبلك انت هاي سقف بعدين شويه لا نمشي نسلم على اختي حياتي وبعد تو نجي هذه يا تي ريتي باي اسمع قلك حاجه خالتي عندي ليك فكره 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 تهبل ايش قولك نعديو ثلاثه شهور ولا اربعه كما يخرج المنجي نمشيو نعملوا اعتصام قدام الوزاره ما وزاره يا رفيقه اي وزاره ان شاء الله حتى وزاره الفلاحه المهم يستجيبوا لمطالبنا ويخرجوا لنا المنجي تسمع في الخنار اختي يظهر لي كلامك هو الصحيح اجي نقول لك يا خالتي باريزه نمشيو نلموا جماعه الحومه بابوشه وخميسه وكراجلك اللي يقعد هذيك في القهوه يتكلم بالعربيه القاعه حاسين ما نعرفش عليه نمشيو نصبوا لها زنس اعتصام رفيقه برا كمل طيب الفطور خير وخليني مسلمه لنحط ايديا في قضيه ونقولوا شنو المسمه خينا كفرتك تو كفرتك انت عندي قلت انا شوف اللي عنده مطالب يمشي قدم الحكومة تاخذ بخاطره تاخذ بخاطر طب زيد الحاج سمعي يا بنتي أنا راني مجوزتها في الجزائر شحال وشحال اللي يحكموه إرهابي تاع الصح يطلعوه أبيخ بات ما يزيدش يخرج شنو معناه سكرت أنت توا السلام عليكم أي هيجي صاحبتي أي هاي ساعتيني رايها يا رفيقة خلي الطفلة ترتاح ماكش تشوف فيها وجهها أصفر تكركر في ساقيها بلي اسكت انت يا فليمه يا حشيله دم ما تفهمهمش اش قولك يا حشيله اش قولك نمشيو نعملوا اعتصام باش يخرج لنا المنجي يا رفيقه بالله فكره رايقتي تحبس المخ يا اخي شكون جاب هذه الفكره وجدتيها وحدك مالها شنو فما شكون يخمم في الدار ذي بخلفينا شوف نعملوا لها زين تاع اعتصام ونكتبوا زين شعارات ونقولوا مثلا
يا سيد يا حبيب خرج من جي عن قريب. لن يمروا لن يمروا من جي راجل الحب كله. لن يمروا لن يمر. اي والله جاو مداني المضارع السلميه في بالكم حاجة؟ ورس النبي محمد خبروا عليها في الأخبار، قال لك المظاهرات السلمية دلوا لها رخصة نتاع السياقة، مش نتاع السياقة، رخصة كيما نتاع البني. اسمعني برسم والديك، انت اسكت اسكت اسمع، بخليف بخليف هذه اللي ضحك هذه الكل، ايش قولك في الفكرة؟ أنا فكرة. فكرة اعتشام باش نخرجوا المنجي. يا بنتي فكرة تهبل، مش تهبل، تدي العقل، ما تخرش المية أصلا. اسمعوا نقول لكم، وش قولكم زادة لو كان زادوا نسكروا سكة ترا تونس غار دماغ؟ خميسة برمشي روح بر ما عجبتكمش؟ عندي ضريبة واحدة أخرى، وش قولكم لو كان رفيق داني ضربان الجوع؟ ما عجبتكمش؟ عندي ضريبة واحدة أخرى. خميسة بروح هكا هاو ما عنديش نقولها الممرضة يا لب. شو دارت فل هنا؟ على أيني؟ شو هنا ما لبوي؟ خويني راني مستدعي من طرف سلفيه. مستدعي من طرف سلفيه؟ وين سيدك الفيه؟ ها وصل لهنا للفحص تاو يجي. فحص؟ على ربحنا عنا نفذك عليك او الداخل يقد في فلاسة للكبش كبش ويش؟ على بسلفيه شكون داني الداخل خوي؟ كنت نسقي في اللفت وقتك ويني؟ حلوت او مسكر؟ تشيت تقرأ على روح عندك مانا تقرا فيش تقرا هذا مشي تقرا في الفرنسي عند حجله اي لا قريت وجا منها ربي قي خي تقرا في الفرنسي عند حجله وهي صرفت صرفت علاش ما مشيتش قيدت في بركيبه سكول عملت انجليزي مش خير ها سلفه واش خممت تو تعرف انا كنت خامه في المشاريع والكوميرس خير ربي بعث لي الها والكبش ضربت في مخي هكا قلت ننظف البيت نتاع السيكو سيكو مادام انت مشيت وجيت اي ونا 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 منين تنجي انا بغل يا اخي مش اتفقنا باش انت تمشي للبرني ولد عمك تجيب لي كبش وتجي اه والله الا ما نسيت الا غالب كثرت علي الخيالات هما هاك ما قلتليش عاد كيفاش تتحب الكبش السيد انا نحب الكبش خبيث ومزور وذكي باي مي مش باي يا ماه ما يعرفهاش على الظلينة مي اليوم نروح وغدوة بالقدرة قبل الخبار الكبش تقاي بعمع قدام خبار ويس خبار تاع مات الساعة كل جيم عما الساعة بالضبط هذي 10,000 بالضبط تمشي ماضي ساعة بالضبط البرني ولد عمك قول له يعطيك كبش قول له السلفان تو شهر شهرين يدس لك فلوس اتهنى عارفي ما عندك كان الرجال وراس خيل ما ندبر ليك كبش كيف ما نعرفنا مزور وذكي يا ولدي كان لزمه ذكا مني لا انت ذكي خش يا روحي عقيل فينا مصباح نقول لك معادي سخري في السرحة وانت تحكي هكا يا ولدي حتى من نوم ما نرقد كان في القريشه مع الغلام وكي نعطش ظلي نرضع مني للمعزه ديريكت عجالي قال لك سيدي الحليب كي ظلي سخون مضرع يرد بنادم مهف ويذكي اسمعني يا سلفه باش تعطيني 2000 فرانك على الجالي ركوب في اللواج ب 10,000 غير 200 وانت عطيتني 10,000 برك وناجعة منين انت نشري كاس قروت؟ هو قيل كار على روحه هذايا يا ولدي بالذي لا اله الا هو كان يطلع كلامك مضبع الفطور صحيح يقعد فيها لا هو لا الكبش أطفل يا معلم ركتك ليه في غداي صار انت ذا جبته باش تاكله ليه لا سيدي جبته تنتوسده يا الله عم بابوش عنده الفن كيف يقفل الصباح قول كل هراك الفطور يطفيه بس بشوية ما عادش وقت الله يبارك عاد الله يبارك أطفل نكلم فيه والله هو الباب سيتين هو المستدعين وثاني باب هذاك سكرت بالتن عجاني التن كي الحوت يذكي ويطيح الدم طايح طايح دم سي الفيتوري مكنت نهار اللي يطلع علينا الدم ونتملص عليك انت وسيدك الفاهم تظل وقت يتهد دم للركبة ربي حد يا ربي خف من زل حليلي يا محن يا سي الفاهم خايفاش تخمم انت تطلعش بطل
قتلت واش يا ولدي؟ خيمة مش عباب وشرلية للبيت متاع سيكو سيكو. خيفنا بابوشة يتنيش بعض حاجة للكبش. يا والله عطيمة يا ولدي الأمور متاع الزورة دي قلت لك خلاها عندنا. عجالي ماني مروح نجيب الكبش حتى ونجيبها معاه كلب عربي كيف ما يعرفنا. وردته في الباب وش غادي وقعد. وثابت الفيتوري انت راضع من ذرع نعزة مش ذرع بهيمة. اي تفضلي. يسعدك المهم. تعيشك. خويا المنظر. انا محمد. بالله اكسبريس الونجي. الله يبارك خويا حافر. يا منظر. برس العزوزة كوي اسماء نحس في لساني لسقف الهاتف. شنهار هذا يا بيا بيا بيا. لاباس انت سي حامد؟ لا لاباس الحمد لله يا ربي في خير. اما عطشان هاك تشوف. يا من ناحية نشوف انا قاعد نشوف شنو ماهيشي. أنا يعلم بيا ربي مقطع بين الصالة والكونتوار والشيشة وأنت حاطي يديك في مكاتبك وتخيط في الأحوال وتحبني نسربيك. ربي إيش تحبني نعمل أنا؟ نقوم المروحة الكانونة. يا أخوي على الأقل عاوني، عاوني مد معايا هز معايا قهوة عمل حاجة. يا ولدي هذه راهي ماهيش مهمتي. أنت علاش ما تسترجعش هذاك اسمك الشعير البسيط هذاك نوارة في انتظارك أنت القهوة سيرفور محترف. أنت هاني كلمت أختي اللي يسكن عندك. قالت لك مازال ما جاش من الخليج. انا خايف لي يستقر غادي يجمنا الراجل. لا تهنى يا سي المنظر ما فما حد شيء يستقر في الخليج كان درجه الحراره. هم الفيزا يعطوها لنا بالمزيه. لو كان مش تحشومه يطلبوا علينا الدفتر المدرسي نتاع التلقيح. الو اهلا اهلا بوقت التبر اهلا لاباس. اه جاش الساس. هاي هانيك سلامتو باه باه باه. اه تو كان نجي مروح نتعدى له باه باه. اي سيدي هاو جا السياسية. او محسوب جا السياسي شنو تو تتفرهد البورصة. خلي 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 غادي خلي غادي. شنو؟ الحريف هذا يعتبر محظوظ. لأنه باش يسربيه الرجل الفذ حامد القصدولي إكس أفون سونتر في الشيمينو. بابا شنو؟ محظوظ. ولا يزال. هاي مازالت رشفة. قولي قولي صلي صلي ماشي ماشي القرايه مره في الليكس تربيا والله يعطيها كان ان شاء الله وهف هكا حاجه مش وهف يعطيها ان شاء الله الصحه علمتني الحروف الكل وسعت بالها معاي سقر سقر الفهم ا بي سي دي او اف وانت بتكلمني وموقف بوستي لستقرني تغنس خاتي بالذي لا 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 كان غمض عيني هكا انا ما نقول هذه ماشي خميس هذه تركستي فرنساوي لا لا الفهم خايب من غير حتى ما تغمض عينيك راه اي خاتي وقتاش عطوك الكرني ربي باش صليت لهنا ورسم النبي محمد لريتك وانت طفيره وخناها بالله اسمعني عندي ليك خبر يهب الخلاص خير الله ما قعلوا خير هباكي مش نبدأ في مشروع ينقب الرأس الفهم أخي نعرفها ذي حكاية ينقب الرأس وش هي؟ ماني بعتك الطفل في تور البلاد يجيب لي كبش بالحق مش ندنو زردة زردة تواسي بنت كبش هذي مش ندخل بيه في المسابقات تعطنا تيه نصور فلوس هرج هرج الفهم أخي فكرك إن شاء الله في الشهادة سقرني جيسي ببش على ذكرة نطيح ونحن وعليش التالج من الصغار مرم غلب يا بنتي ما صحش تاخذ وما عندك شطاجي من الصغار اي ما عندي شطاء الحكاية ذي الخدمة عندها جمعة نحكي على العامين اللي فات واش من هنا ولا منك انت واشي من هنا وزوز صغار طيحتيه بالعامين منين هذوك منين جبتهم ما تلفوني نوقز ما ندريش اخي شكون تذكرني من هنا يما لا 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 الفاهم جمال سلم علي يا بلق قل لك بقرونو اه القرن مش عليك راه عالكبش هاي الفتاح برا يجي فتيمة رد بالك على ركاي بيتك راهي مزيفة حتى تزرد يا غني غني نورمال اختي فاطمه يقلها لك المحامي على سنانه وبلوتا وبلوتا ان شاء الله ربيت القصره من فمك ربي اما يفنوبي يفهلي مطول عفش عليش
خاطرنا قلبي حاسس، ومن اللي انا صغيره اللي يقوله لي قلبي هذاك هو. يا لطيفي يا لطف، لا فالك لا فال الشر. اختي فاطمه بالك تسمحي لهاد المهبوله تامنيها هي ولا المحامي؟ والله ايش باش نقول لك يا بريزه وخيتي، انا هالمحامي هذا قلبي ما قايل لي خير منه، خايفه في اخر حلقه يطلع شي هو كان مربوط زيدا. اي والله يا فاطمه اختي برقي ما تخميك حل. والمحامي يا سيدي منين جاب الخبر؟ تاتا بريزه خم ذوقك شوي من المقرونه تاعي واعطيني رايك. لا لا حبسك، ما ناكلش المقرونه ديالك يا اختي، ناكل مقارونه تاع فاطمه اختي. الله الله بيا فيتامين. اي اشكون انت اللي جايين وقت فطور؟ ما تكون كان خميسه هذه، نسيت الليسته نتاع السلعه الجديده. اوه حتى خميسه عند المفتاح يا مليح. نسيتي العزيزة من يوم ما دقيت على بابي، قبلت وضاح منها سوابي، قولوا لي يا شلامي يا صحابي. نسيتي العزيزة نسيتي العزيزة نسيتي العزيزة عزيزة. جابني الوحش والمحبة، لا هو طمع ولا المادة. يا هلالة فاذ قلتي وثما عزوز عقل نور البرغول والنا. ستي العزيزة قلتي وثما عزوز عقل نور البرغول والنا، لحظة غالتي غحاملنا سيقولنا نشلها كن. هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيزة يوم ما طلت هالطلة، عملت لي عملة ورا عملة، ما عرفتش نامي يا حلال الله. سيبتي العزيزة سيبتي